مساء الخير وأهلا بحضراتكم، وهذه المساحة الجديدة للرأي. هذه الحلقة ستكون عن الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي سادها مؤخرا حراك ربما يعد بمثابة انتفاضة فلسطينية ثالثة أشعلتها انتهاكات قوات الاحتلال في القدس وغزة. شهدت الأراضي المحتلة احتجاجات واسعة على مدى 7 عقود من نظام التمييز العنصري الذي يتعامل مع نحو 2 مليون فلسطيني باعتبارهم رعايا معظم الحقوق مع أنهم أصحاب الأرض. ورغم قرار وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الجانبان، إلا أن إسرائيل ما زالت مستمرة في اعتقالات الفلسطينيين الداخليين متجاهلة المناشدات الدولية لوقف تلك العنف، وربما تقوض وقف إطلاق النار. هي أحداث ساخنة بالتأكيد ومتلاحقة، وللأسف ردود أفعال باهتة من المجتمع الدولي، صمت غريب لمنظمات حقوق الإنسان في وجود مئات القتلى وألاف المصابين والمشردين اللي بيواجهوا جيش دولة لا يضع اعتبار للقيم الإنسانية أو للقوانين الدولية. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي داخل الاستوديو بضيفتنا الكريمة الأستاذة صحر رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك محمد، سهر صباح الخير. قبل ما أبدأ حواري مع حضرتك اسمح لنا نخرج لهذا التقرير يضع لنا المحاور التي سنناقش من خلالها هذه القضية مع حضرتك. بإذن الله. إذن فاصل قصير بعدها نعود لاستئناف الحوار مع ضيفتنا الكريمة. جهود مصرية مكثفة لتهدئة الأوضاع المحتدمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورغم كل المناشدات الدولية بالالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، شنت إسرائيل مؤخرا حملة اعتقالات للفلسطينيين داخل إسرائيل مما قد يهدد وقف إطلاق النار. ومنذ اللحظة الأولى للمصادمات والهجوم على القدس وغزة أرسلت مصر وفدا أمنيا رفيع المستوى لإدراكها أن من يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني الأعزل، وقد تكللت مساعيها بالنجاح في إدارة الأزمة ليس فقط بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، بل وبمبادرتها بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة أعمار المناطق المنكوبة، مؤكدة ريادتها ومكانتها وثقلها الدبلوماسي والإنساني تجاه قضايا منطقتها العربية. وكبمبادرة إعادة الإعمار، فتح مصر لمعبر رفح الحدودي لدخول المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني، بالإضافة لمواصلة مصر استقبال سيارات الإسعاف المصرية لأفواج الجرحى والمصابين الفلسطينيين عبر المعبر. وعلى الصعيد الدولي أشاد المجتمع الدولي بل والإدارة الأمريكية بجهود مصر في احتواء الموقف، وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن والذي يقوم بجولة في المنطقة عن تقديره لدور المصري الداعم والمؤثر في مجريات القضية الفلسطينية. ومع الغياب الكامل لمنظمات حقوق الإنسان نرى دولا تدعو للتهدئة دون عبارة إدانة واحدة. مواقف متضاربة وأحداث جسام تمر على نحو 2 مليون فلسطيني احتجوا على 7 عقود من نظام التمييز العنصري، إذ يعتبرون رعايا معدوم الحقوق مع أنهم هم أصحاب الأرض الذين أكدوا أن القضية الفلسطينية لن تموت طالما أن أهلها مثابرون على الصمود ولديهم الإرادة. مرة تانية بنرحب بحضراتكم والترحيب موصول لضيفتنا الكريمة في الاستوديو الأستاذ صحر رمضان، نائب رئيس تحرير الوفد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، صباح الخير. يعني نبدأ من الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار. رغم هذا الاتفاق ورغم الحث الدائم على وقف الأعمال القتالية، إلا أنه ما زال هناك حالة من التنكيل بالفلسطينيين على الأرض من الجانب الإسرائيلي. وجهة نظر حضرتك هذه الهدنة إلى أين؟ هذه الهدنة وهذه المبادرة الرئاسية المصرية التي انطلقت من العاصمة الفرنسية باريس في مؤتمر باريس لدعم السودان، ويحظى هذا المؤتمر حظي هذا المؤتمر طبعا بتشريف رئيس عبد الفتاح السيسي مع وجود قادة أوروبا وأفريقيا، فأطلق من هناك مبادرة لوقف إطلاق النار ملزمة لكل الأطراف الدولية الحاضرة بدعمها. يعني هذه المبادرة لم تنطلق من القاهرة، وإن انطلقت من القاهرة فهذا شرف، لأن على مدار التاريخ الدور المصري معروف حدوديا وجغرافيا وسياسيا لأنه امتداد للعمق الأمن القومي شرقا.
لكن في مؤتمر باريس حظت هذه المبادرة بغطاء أوروبي وأفريقي وأمريكي. أمريكا لم تتحرك إلا حينما شعرت أن هناك دور أخلاقي عليها في منطقة الشرق الأوسط، وإن كان ده إحنا شفنا يعني لم يكن ظاهرا في اهتمام إدارة الرئيس بايدن يعني مؤخرا، لكنه شعور بالحرج لابد أن يفعل أو لابد أن يكون له دور ما، دور ما ضبط أخلاقي لإسرائيل، مع أن إسرائيل لا يعنيها هذا. يعني إسرائيل استمرار إسرائيل في التنكيل هذه أمور يومية على هامش أصبح معتاد. حي الشيخ جراح هناك 86 أسرة مهددة بالتهجير، وهذا كان سابق حتى للغارات على قطاع غزة. إسرائيل يوميا تنتهك ويوميا تعتقل ألاف، بل اليوم إسرائيل أوقفت التأمين الصحي عن الأسرى الداخل الذين ما زالوا في السجون والأسرى المحررة، يعني أوقفت قطعت عنهم التأمين الصحي. فهذه سياسات يعني بربرية للاحتلال الإسرائيلي، وهو للأسف الشديد يعني هو بيتمادى فيها. الهدنة في مرمى وقف إطلاق النار استمراره في مرمى إسرائيل. القاهرة بالأمس وزير الخارجية كان هنا والتقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك قمة مصرية إسرائيلية وزير الخارجية الأمريكي التقى الرئيس، وهناك القاهرة تعتزم بل وترتب لذلك لقمة مصرية إسرائيلية وحضور كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت هذه الهدنة لضرورة ذلك. قطاع غزة في حين بالتوازي هناك سلسلة من المشاريع الإعمار داخل القطاع بأيدي مصرية، إسرائيل تمكن. أنا أرى أنها إن شاء الله لا تؤثر بشكل أو بآخر. يعني حضرتك ذكرتي وجود وزير الخارجية الأمريكي بالأمس ولقاء بالرئيس السيسي. القاهرة أجبرت أمريكا أن تأتي إلى هنا، والجولة التي يقوم بها الآن في المنطقة. كان قديما يتحدثون على أن السياسة الأمريكية ثابتة مهما تغيرت الأشخاص، لكن هذه المرة نرى بعض من الاختلاف ربما في الموقف الأمريكي، أم أنه اختلاف ظاهري؟ ممكن نسمي الأشياء بمسمياتها، بعض من الخضوع للإدارة المصرية، وهذه حقيقة. نيويورك تايمز. طب ما الذي أكبر إذن الولايات المتحدة للخضوع اللي حضرتك ذكرتي عنه للإدارة المصرية؟ مصر القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر قضية حياة أو موت، زي النيل كده. نحن شرقا لنا امتداد داخل غزة، نضبط ما حق القاهرة أن تضبط حدودها جغرافيا بما يحفظ لها أمنها القومي، لكن لا حدود في الأمن القومي المصري. أنطلق حيثما كان، لو بس أنا هنطلق إزاي؟ لما حصلت أحداث غزة أول ما دخلت عربية الأسعاف المصرية، صحيح أنا الحدود ضبط الحدود عندي أنا، ضبط الأنفاق هنا وضبط الأداء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ضبط مصري في الأساس. طيب هل ما تم من المقاومة الفلسطينية في الأونة الأخيرة أشعر الإدارة الأمريكية بالخوف على الجانب الإسرائيلي، لذلك هناك حالة من التدخل ليس لسواد عيون الفلسطينيين بل لحماية الإسرائيليين، خاصة أن أمريكا وجدت أن المقاومة الفلسطينية حظت بدعم مصري وبتحظى بدعم وبغطاء الى حد ما، حتى لو يعني ازاره من الرمادي في العيون. المواقف الدوليه ان ظهرت باهته فهي احراج للاداره الامريكيه. الكل يتحدث عن المبادره المصريه، اين انا امريكا؟ اين انا؟ اين انا التي يعني الشرق الاوسط كان لا يمثل شيء في الاداره الامريكيه الجديده؟ يعني اتعامل مع ايه؟ موسمي، هو بيان او شجب او استنكار، كيف كما مجلس الأمن الدولي، مجلس الأمن الدولي لا يفعل شيء غير إصدار البيانات الورقية. أمريكا أحرجت سياسيا بالمبادرة، وشعرت أنها لابد أن يكون لها دور ما في هذه المبادرة بالدعم، وتقرير نيويورك تايمز أكد على ذلك أن الإدارة الأمريكية وجدت أن الدور المصري شجعها على إحداث دور فاعل في هذا الملف في هذا التوقيت.
طيب، الجميع والمتابع والمهتم بالقضية بالتأكيد تابع فكرة إعادة الإعبار والمبادرة المصرية بنصف المليار دولار، بعيدا عن الفوائد الاقتصادية والفوائد المعنوية التي وتأكيد الدور المصري اللي بدأ من 48 ربما تجاه فلسطين، لكن تحليلك وتقييمك لهذه المبادرة من الناحية السياسية. أولا هذه المبادرة يعني أنا بأجد أن هي مبادرة ولأول مرة مفاصلها الفنية في يد القاهرة، بمعنى أنا مش بدي فلوس، أنا عندي شركتي، أنا جوه، أنا مصر داخل القطاع، الشركات المصرية. ماذا يعني وجود الشركات المصرية داخل القطاع سياسيا؟ التآخي، الأمان، السلام بين أبناء قطاع غزة، اللي دائما كانت هناك طبعا قنوات وأطراف حاولت شق الصف وشرخ قوي في العلاقة بين القاهرة وقطاع غزة، أهلنا هناك. تمثل ذلك يعني في موضوع فتح معبر رفح وغلق معبر رفح. أنا قلت سابقا من حقي كدولة، الدولة المصرية من حقها ضبط الأداء الأمني على حدودها بما لا يضرها، وفي نفس التوقيت أنا معك في قضيتك، أدعمك بالمفهوم اللي أنا أرتضيه. وجود شركات مصرية داخل القطاع يعني العمل المصري مع العمل الفلسطيني، هنعمر تعمير فعلي. أزرت قطاع غزة في من قبل، الحديث كان عن الإعمار، عن الفلوس، عفوا يشبه المزاد. كل يعني فرح الإعمار، يعني إنجاز التعبير عفوا، يعني فرح الإعمار. أي جانب من الجوانب الفلسطينية الذي كان يبحث عن التمويل أكثر من الإعمار الحقيقي؟ بصراحة شديدة جدا، الأطراف الفلسطينية سياسيا على أرض الواقع شيء، والشعب شيء، يعني خلينا يعني هكذا، وهكذا قدر الشعوب. يعني قد تكون هناك محاصصة في توزيع مثلا، أنا هأقفز على هذه النقطة، هناك محاصصة حتى في توزيع المعونات، ده موجود في كل الدول على فكرة، ده موجود في كل الدول، إنه ممكن أنا أعرف فلان أو ده تبع الفصيل بتاعي فهياخد أكتر أو له الحق، الحقية الأولى. في ناس ما بتوصلهاش المساعدات، لكن لما أجي أعمل إعمار حقيقي وأبني ويشارك ويجد له فرصة عمل، ده دور يعني أنا تحديدا يعني بأشكر الدولة المصرية متمثلة في جميع أنظمتها الرئاسية، رئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الأجهزة المعنية من أجهزة المخابرات العامة المصرية والجيش المصري المتواجد هناك، متواجد في سلسلة شركات. إحنا لأول مرة هنشوف إعمار حقيقي، وأتذكر هذه الجملة. طيب يعني حضرتك كنت تحدثتي عن الإخاء اللي ما بيننا وما بين الجانب الفلسطيني اللي هم حاولوا طبعا في مبادرة الإعمار، فاسمح لنا ان احنا نذهب للجانب الفلسطيني نرى كيف قرأوا هذه المبادرة المصرية من خلال هذا الاتصال التليفوني مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد ديب سبيتا القيادي بحركة فتح والمحلل الفلسطيني. أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد. أهلا بكم، أهلا بكم فيه. أستاذ محمد، بداية يعني كيف كانت ردود الأفعال الفلسطينية في الداخل الفلسطيني على المبادرة المصرية الأخيرة؟ مهما وصفت لك بأي شكل من الأشكال عن رد الفعل الشعبي الطبيعي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين يربطهم بمصر علاقة تاريخية تمتد إلى عشرات السنوات، العلاقة المصرية الفلسطينية متمثلة في الجوار الفلسطيني إلى غزة، وأن غزة هي البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية. الناس يعني هناك فيديوهات منتشرة على اليوتيوب الآن كيف رفعت الأعلام المصرية وكيف كانت أغنية تسلم الأيادي في شوارع غزة، هذا عندي موجود وبإمكان أي واحد يرى على اليوتيوب كيف رفعت غزة الأعلام المصرية في كل شوارع غزة، وكيف كانت أغاني تسلم الأيادي تحية لدور مصر العظيم. الدور المخابرات المصري هو مستمر، والمخابرات المصرية هي أول من يتدخل في كافة الحروب التي جرت على قطاع غزة، ولكن أن تبدأ مصر العربية وتكون
أول دولة عربية وعالمية تتقدم بمبلغ 500 مليون دولار تعادل 7500 مليون جنيه مصري للمساهمة في إعمار غزة من خلال شركات مصرية ستدخل إلى غزة. هذه الشركات التي أعادت بناء مصر العظيمة في خلال سنوات معدودة، نحن على ثقة تامة من أنها سوف تستطيع أن تعيد بناء غزة وتعيد البسمة إلى شفاه أطفال غزة وتعيد الاستقرار إلى شعب غزة. شعب غزة يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من التركيبة المصرية، وهذا على مدى التاريخ وعلى مر الزمان. طيب سيد محمد، يعني بوجهة نظر حضرتك، يعني كان هناك انتخابات مرتقبة تعطلت، كان بالتأكيد هناك بعض من الخلاف ما بين الفصائل الفلسطينية، في ظل هذه الأجواء بوجهة نظرك إلى أي مدى لابد من الوصول إلى حالة من التهدئة والوفاق ما بين الفصائل الفلسطينية الفلسطينية؟ الخلافات الفلسطينية نحن لا نستحي من الحقيقة، الخلافات الفلسطينية أعادت القضية إلى الوراء أكثر من 20 سنة، بالعكس هي دمرت وجودنا على الساحة العالمية. يعني أقل واحد كان يقول فليتحدوا أولا قبل أن يطلبوا المساعدة من الآخرين، ولكن أطمئنك بأن الحرب الأخيرة، هذه الحرب الأخيرة وهبة القدس قد أعادت توحيد وتركيب الشعب الفلسطيني، الضفة وقطاع غزة وعرب الداخل. لأول مرة منذ 70 سنة ينتفض عرب الداخل الذين كنا تقريبا قد نسيناهم واعتبرناهم إسرائيليين. الوحدة الفلسطينية شيء مقدس، والانتخابات كانت فرصة ذهبية لإعادة الوحدة الفلسطينية وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية، ولكن كما يعلم الجميع الانتخابات توقفت لأن إسرائيل رفضت إجراءها في القدس الشرقية. كان أحد شروطنا الأساسية أن تتم الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا كان شرطا أساسيا. فعندما رفضت إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية وبعد أن تدخل العالم كله لإقناع إسرائيل، اضطرت القيادة الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات إلى حين أن تقتنع بإسرائيل بأنه يجب أن تتم الانتخابات لفلسطيني مدينة القدس بصفتها مدينة فلسطينية محتلة في سنة 67، ينطبق عليها ما ينطبق على الأراضي العربية المحتلة التي احتلت في سنة 1967. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد ديب سبيتا، القيادي بحركة فتح والمحلل الفلسطيني، على هذه المداخلة. إذا نخرج لفاصل قصير، نقرأ كيف تعاملت الصحافة مع محور حلقة اليوم، بعدها نعود لاستئناف الحوار مع ضيفتنا الكريمة في الاستوديو. نبدأ من أخبار اليوم. وجلال عارف الذي كتب أن ما يحدث من حراك يعد بمثابة انتفاضة فلسطينية ثالثة أشعلتها انتهاكات قوات الاحتلال في القدس وغزة، فقد كانت احتجاجا على 7 عقود من نظام التمييز العنصري الذي يتعامل مع نحو 1,000,000 فلسطيني باعتبارهم رعايا معدوم الحقوق. وفي الشروق أكد طلعت إسماعيل أن التغير في الموقف الأمريكي لم نكن لنراه لولا وقوع إسرائيل في ورطة أمنية كبيرة استدعت طلب النجدة الأمريكية بعد أن وجدت تل أبيب نفسها تحت القصف وخروج الفلسطينيين من كل مكان لمواجهة الاحتلال، وكان إبداعا فلسطينيا خالصا. أما عمرو الشبكي في المصري اليوم فيرى أنه مطلوب من المقاومة الفلسطينية تطوير وتحديث الصواريخ حتى تكون أبعد مدى وأكثر تدميرا تحسبا لما هو قادم من اعتلاء لا محالة، فلقد اعتادت إسرائيل على القتل والتدمير، ولعل تلك الصواريخ تكون سببا في مفاوضات إيجابية. ومن جهته أشار محمد بدر الدين في الاندبندنت العربي أن الطريق لإقامة دولة فلسطينية لا يعرقله الانقسام الفلسطيني والواقع العربي فقط،
بل تعرقله أخطاء استراتيجية وتكتيكية في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن ما أثبتته الأحداث أنه لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية، فالصمود والإرادة تغير معطيات الموقف تدريجيا. وتختتم جولتنا من الأهرام ومع مهدي مصطفى الذي قال: بعد 73 عاما تغيرت قواعد المسألة الفلسطينية. شعب أعزل يشتبك بمفرده مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بأسلحتها الأكثر فتكا، لكنه يبدو أن إسرائيل تجاهلت أن الدائرة المحكمة يمكن أن تنكسر يوما بسبب عارض كمثل أحداث حي الشيخ جراح بالقدس. مرة ثانية بنجدد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفتنا الكريمة في الاستوديو الأستاذ سحر رمضان نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. أهلا بحضرتك معنا مرة ثانية. طيب يعني أستاذ سحر، بالتأكيد المتابع لما يحدث في فلسطين يعني يرى رأي العين، حتى رغم محاولات التعتيم الإعلامي التي تقوم بها إسرائيل، قتلى مصابين، تشريد، هدم البيوت، وتجاوزات حتى بعد مبادرة وقف إطلاق النار. لكن المجتمع الدولي الذي يتحرك أحيانا لأشياء أبسط ولأرواح أقل لم يتحرك له ساكنا، وجهة نظرك كيف نستطيع أن نصنع رد فعل يحرك المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية؟ هو للأسف أن معظم الجمعيات الدولية، العفو الدولية، مجلس الأمن، المولود بمجلس الأمن يعني المفروض أول واحد يطلق المبادرة بوقف إطلاق النار مجلس الأمن. لكن نحن نرى يعني في كل عدوان للاحتلال على غزة أو داخل الفلسطيني المحتل في القدس المحتلة بالطبع، بيانات هزيلة جدا وهي نوع من إثبات الحالة. طيب زمان، لكن هي غير ملزمة. زمان كنا بنخاف من الفيتو الأمريكي، أعتقد الموقف مختلف. يعني وجود وزير الخارجية مع اتصالات الرئيس بايدن بالرئيس السيسي إنقاذ لإسرائيل. طيب إنقاذ لإسرائيل بعد ما أحرج بالمبادرة المصرية. يعني من وضع في هذا خند اليك الأمريكية، وضعت إسرائيل وضعتها في هذا الموقف، فاضطرت على مضض أنها تتدخل إنقاذا لإسرائيل. إسرائيل محاصرة بانتفاضة حقيقية، تهجير حي الشيخ جراح، 86 أسرة عندي النهاردة مهددين بالطرد، عندي أكثر من 700-800 عائلة في الشوارع، اعتداء في بطن الهوى في سلوان القريبة من باب المغاربة في المسجد الأقصى المبارك، هذه ألغام في وجه إسرائيل، فلهذا هرعت واشنطن لإنقاذها. حبل الإنقاذ جاء من القاهرة من الفلسطينيين، فالتقفتهم يعني كان بالنسبة لها نجدة واشنطن ونجدة للاحتلال، هي ما فيش عندها تصرف غير ذلك. المفروض واشنطن تلزم إسرائيل مش بضبط النفس بوقف تلك الانتهاكات اليومية، وحتى إن كانت يومية لأنها ستكون وبالا وضمارا عليها من داخل الخط الأخضر. عرب فلسطين، عرب 48، الناس للأسف الشديد لا تسمي الأشياء بمسمياتها. هو ليس الصراع العربي، ليس الصراع إسرائيل الفلسطيني، يظل وسيظل هو الصراع العربي الإسرائيلي، كما ستظل هي القدس المحتلة لا شرقية ولا غربية، حدود 67 هكذا. يعني نحن نسمي الأشياء حتى لا ننسى. صحيح. المسجد الأقصى في الإعلام يأتي بقبة الصخرة، هذا ليس المسجد الأقصى، ليست قبة للأسف الشديد. للأسف الشديد خضراء، هي مش هي ده مش جزء من المقدسات، لكن هو ليس المسجد الأقصى. بتقول لي الجمعيات الدولية، اللوبي اليهودي المسيطر على مفاصل الإعلام في العالم هو الذي يوجه تلك الجمعيات ومجلس الأمن والعفو الدولية، قد تنتفض لقطة وهذه روح، وأنا أتفق هي نحو أرواح، لكن لو حركها كل هذه الآلاف والمئات من الشهداء. طيب ربما ما حدث مؤخرا من المقاومة الفلسطينية صنع هزة داخلية في الداخل الإسرائيلي، كان مفاجأة بعد عدة عقود من الاستكانة. وكنت أتمنى أن تكون تلك الاستكانة هي إعادة ترتيب للبيت الفلسطيني، للبيت الفلسطيني انقساما بين الحركات ومقاومة،
نحن يعني ظللنا فترة طويلة لا نرى عملية نوعية في مقتل الاحتلال. خدنا فترة طويلة جدا. الاحتلال فوجئ كما فوجئ العالم، أما المقاومة لم تمت ولكنها في حالة مش هنقول استراحة مقاتل، للأسف الشديد هي مالت للجانب السياسي والمحاصصة السياسية والحزبية، وهذا كان على حساب القتال الفلسطيني. طيب هذه التغيرات التي حدثت في الداخل الإسرائيلي يعني أودت برئيس جهاز الموساد واستبدل، بوجهة نظرك يعني ما الذي صنع هذه المرة هذا الاختلاف وهذه الهزة داخل الجانب الإسرائيلي؟ لأنهم للأسف الشديد الأطراف الفلسطينية بانقسامها، إحنا داخلين في 14 سنة إدت إشارة إن إحنا تراخينا ونسينا، وهناك ما يسمى تجاوزا، أنا حقول دوت وأنا مش مع التعبير ده أصلا، دولة حماس في غزة وهناك رئاسة في رام الله ودول مرتاحين بالبلد يسمحون، أنا أسفة طبعا، ودول مرتاحين وخلاص، هم ده كان في مصلحة الاحتلال صحيح، لكن كانت هناك قيادات داخل جميع حركات المقاومة الفلسطينية، لا زالت المقاومة هي سلاحها الأول، حتى وإن تراخت حتى وإن يعني تراجعت في العمليات النوعية، لكن حين حدث المحرك قالت المقاومة الفلسطينية أنا هنا وبدعم في مساندة، مصر تساند القضية الفلسطينية فنيا بالمقاومة ودعمها من حقها الدفاع، فنيا من حقها الدفاع وسياسيا على الطاولة. الوفد الأمن المصري في جولاته المكوكية جعل العالم يضبط بوصلته وإيقائه على القاهرة، ما الذي تفعله مصر؟ صحيح، مصر رقم واحد في المعادلة، فأجبرت الأطراف الأخرى أن طيب تجلس. مصر استطاعت أن تجبر الأطراف على وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن بالبلدي برضو يعني كتر الضغط يولد الانفجار. تتصوري حضرتك أن الهدنة المؤقتة يعني في طريقها إلى الانفجار بسبب استمرار الاعتداءات والتجاوزات الإسرائيلية؟ إحنا دلوقتي في قمة، إحنا من شوية كنا بنتكلم إن في قمة مرتقبة مصرية إسرائيلية وعربية وفلسطينية وأطراف، وبالأمس كان وزير خارجية قطر هنا وجه دعوة لسيادة الرئيس لزيارة قطر، وهناك ترتيبات للقضية الفلسطينية عبر أطراف، وهناك ما يجري في الكواليس ما لم نمكن نعلمه. إنقاذ الهدنة مرتبط بالضغط الأمريكي على إسرائيل. يعني أعتقد أن زيارة وزير الخارجية للقاهرة بالأمس هناك رسائل لا نجد عودته وتصريحاته في القاهرة وغيرها. احنا دلوقتي في انتظار القمة، في نفس الوقت الضغط الامريكي على اسرائيل حماية لاسرائيل على فكرة، لان لو انفجرت الانتفاضة مش حي الشيخ جراح بطن الهوى وسلوان باب المغرب المسجد الاقصى، نحن امام انتفاضة من انتفاضات الانتفاضات القوية اللي هزت العالم واجبرت العالم على الشجب والاستنكار والادانة ودور فعل، يعني مش البيانات اللي هي اي كلام دلوقتي. صحيح، هتجد الجمعيات هتتحرك وتجد الاستغاثة وانقذوا غزة وتلك الشعارات الحين بتكون يعني في غير وقتها يعني وغير ملزمة لأي طرف من الأطراف بوقف إطلاق النار. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للأستاذة سحر رمضان نائب رئيس تحرير جريدة الوفد، بشكرك على تواجد حضرتك معنا. شكرا أستاذ محمد، أنا سعيدة ومتواجدة في بيتي التلفزيون المصري يعني اللي تمتلك منه كل شيء. إذن شكرا أيضا موصول لحضراتكم على هذه المتابعة. إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم وهذه المساحة للرأي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، إلى اللقاء.